مرحبا فيكم معكم فتشيحة الحين في E3 قاعد اجربكم لعبة Borderlands 3 اللي الكل ينتظرها وانا صراحة واحد من اللي ينتظرونها بعد اللي لعب الجزء الثاني كلام هذا قبل 11 سنة او 10 سنين ما اتذكر بالضبط فهذا حماس الحين خلينا نبدا اللعبة ما راح اتفلسف كثير خلينا نبدا اوكي نبدا هنا اتوقع هنا اختار The Siren هي نفس الوظيفة القديمة اللي هي توقع حاضر قدامي فبختار شيء جديد بإثري بس حطوه اللي هو The Gunner اتوقع The Gunner توقع ذا جانر هو مفروض يكون اوكي اللعبه هذه قريبه بكثير من بوردرلاندز 2 يعني اول ما تبدا فيها راح تحس انك فعلا قاعد تلعب على بوردرلاندز طبعا في تغييرات كثيره بالجرافكس احسن التحكم نفسه العادي زي ما تشوفون راح نجرب قدام شيلدون ذا فولت اوكي اوه بدينا وشوف الجلد هيد شوتس يا ولد كذا الجلد يا ولد المفروض هذه اللي معاي هي اللعبه الجديده اللي عندها انلوك سكيلز خلينا نشوف السكيلز اللي عندها طبعا ميزه بوردرلاندز انك تختار شخصيه هنا صار كانها جوب وظيفه بدل شخصيه لانك بيسكلي تقدر تغير شخصيات اشكالهم زي كذا وملابس واشياء كثيره طبعا وفي ثلاث سكيل تري لكل شخصيه مثلا شخصيه الجانر زي ما تشوفون صار قريبة من شخصية ديفا إذا بتشوف تركب الروبوت حقه وتطلق طبعا في ثلاث أشياء عندك هذا السكيل تري هذا وعندك السكيل تري هذا في اختلافات كبيرة صراحة زي ما تشوفون حاليا صراحة ما أدري إيش الفرق بينهم بس عادة يكون واحد حق الديفنس وواحد حق الأتاك وواحد حق السبورت عادة كذا اللعبة فمن لون هذا الأحمر أتوقع أن هذا حق الأتاك خلينا ناخذ جرنيد لانشر ناخذ هذا أول شيء حطينا جرنيد لانشر يا ولد والثانية نحط هذا اوكي حطينا سلاحين الحين زي ما تشوفون جرنيد لانشر وهذا حاجة جديدة هذه تحط تو سكيلز زي ما تشوفون جاني تحت هنا ابدل السلاح بالواي عندي شوت جن وعندي السلاح نفسه حلو انه مطلع سلاح يوريك كل شيء فيه بمواصفاتها زي ما تشوفون هذا الشيء لما اسوي كذا يطلع لك مربع صغير هنا يوريك كل شيء فيها اتوقع الالوان يطلع الروبوت حقي ايوه شوف ركبت الروبوت حقي يا ولد الحين شوف الجلد دجش دجش شوفوا جرنيد وركت لانشر لا جاتلينج جاتلينج جرنيد جلد جلد شوف الروبوت حقي طبعا في بنزين في زي ما تشوفون يخلص فاتوقع اني اطلع منه علق على البي جكت طلعت منه قاعد اتعبى البنزين مؤقتا يعني كنا حركه عرفتوا ان تستخدمونها وقت معين تنتهي حلو صراحه فكره وهي قويه حتى بدون يعني عندها طلقات بتكون هي اختصاصها اسلحه ذي فاحنا اخذنا هذا مثلا سنايبر او مو سنايبر هذا على طول السلاح تستخدمه صرت شكل كله سبايرو سنايبر بعيد لو تلاحظون هذه اللعبه هي اللي بدات حاجه اسمها اللي اكيد تعرفون الحين اللي اسمها لوت شوتر اللي دستري قاعد تسويها الالعاب الثانيه فهذه اللي بدتها كل شيء هي الاساس كله بوردرلاندز عشان كذا ناس كثير بيقولون اوه هذه قريبه من دستري لا 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 هذه اللي بدت كل شيء والحين رجعت لنا مره ثانيه جزء جديد هذا شيء حلو صراحة والله الشوت جن رهيب قاعدة تفهم نتف غير طبيعي بس الأمر قاعد ينقص حقي فلازم طريق البعيد أحسن طب اللعبة هذه على فكرة فيها كوستات تسوونها تاخذ كوستات شوية بس خلاص مثلا نشوف الكوستات الأولى ناخذها مثلا أيوه نكتفناهم أوه الشيلد حقي راح الروبوت حقي الروبوت يتعبى نكتفته واحدة من الخصائص اللي اخذتها لما اطلق عليهم رصاص زيادة يعطيك برسنتج معين انه يصير عليه نار زي ما تشوفون راح الارمر ابغى اتخبى مكان فيه يرجع الارمر روح واحد هنا حلو قاعد يرجع الارمر ورجع الروبوت حقي لو بيستخدمه بس الحين ما احتاج استخدمه استخدمه يتوهق تحت شيء اوكي يعني ندخل يقهر القزم اي يا ابو الشباب اوكي مات يستهبل علي ذا القزم موت يا ابن الحلال موت اوكي تمام اوكي اذا بتشوف هنا في شيء احمر اللي هو مهمه حط الشوت جان بالراس حط الشوت جان خذ ايوه جلد هذا احسن شيء يصير الجلد المبرح
طبعا اللعبه مليانه لوت، مليانه لوت، لو تدور تحوس في كل مكان، لازم تحوس في كل مكان. اللقافه هنا جزء مهم جدا. شوف 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 مثلا هذا، هذا شوف افتح يطلع فلوس، اتوقع يطلع فلوس، كيف يطلع فلوس؟ ايوه شوف يطلع فلوس، فلوس مهمه في اللعبه، تصير فيها اشياء تفيدك مره. هذا حلو فيها اللعبه. اللعبه طبعا فيها ملتي بلاير، فيها طبعا تلعبون، تلعب انت ثلاث من اخوياك اونلاين، تقدر تلعب اوفلاين، فيها سبلت سكرين اللعبه. بس ما ادري كم واحد سبترين، هل كانوا اربعه تلعب او اثنين، ماني متاكد صراحه. واذا ما كنت غلطان اللوت سيستم، اتذكر ان كل واحد له رصاص خاص فيه وشي زي كذا، او كل واحد ياخذ من الثاني. اتوقع لا، اتوقع كل واحد ياخذ من الثاني، يعني لازم انت اخوياك تلعبون بشرف، مو كل واحد ينصب على الثاني يطيح له الجامد تسرق عنهم وتسحب عليهم، ما ينفع كذا. طبعا هنا حطوا حاجه جديده اللي هي انك توصل اللوت حقك. مثلا لعبت مع خويك ساعدته في ميشن، والمشن هذا كان في بوس مره جامد، طاح منه لوت حلو، اللوت عندك اياه هذا، بس تحتاج تاخذ فلوس انت وخويك يبغى لنا نحتاجه. تجي انت اخذته وسحبت عليه، بعدين زعل عليك، توشتوا ما طلعتوا مع بعض، تقدر ترسل اياه بعدين في البريد. ترسل اياه بالبريد وبس. هذا رهيب، شيء جديد في اللعبه ما كان في موجود، انك ترسل اللوت بالبريد. او تساعد خويك، تعطيه مثلا سلاح عندك تعززه باسلحه يعني. فالمالتي بلاير بيصير ممتع جدا في اللعبة. اللعبة ما هي سهلة، الحين اقول لكم اياها، يعني اتذكر الالعاب الاول والثاني كانوا مرة صعبين، في اشياء قدام مرة صعبين، بس طبعا كل ما تلفل انت تاخذ لوت اكثر وكذا تسهل عليك اللعبة. بس بداية ما هي صعبة يعني، حلوة، قصدي ما هي سهلة، حلوة يعني، مستواها حلو. يا رح اذا ما تشوف، ما احتجت اني استخدم الجانر حقي، بخلص رصاصي، غير رصاص مو مشكله، خلص رصاص الاول، خلص رصاص ولا حلو. اي خلص الحين هذا صار ذولي. ايوه شفتوا كيف الشوت جن يسوي ريكوشيت، يروح يرجع فله، شفتوا؟ طيب عندك الصندوق هنا، افتحه، ايش بيطلع هنا؟ شو خربيط الدنيا، والله خربيط الدنيا يا طيب اللعبه. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ اه يطلعوا منا، روح عند الروبوت، كمل علي ذا، اي 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 يا شباب، توني نقول اللعبه شوي صعبه، قصدي مو صعبه مره. نحطها هنا وطاقتي. لا هنا طبعا يقول لك اذا ذبحته ترجع الحياه، اذا ذبحت واحد الحين رجعت الحياه. هذه حلوه حركه، سكند ويند موجوده في اللعبه، يعطيك فرصه حتى لو منك ما تموت على طول، ما تنقهر. هذه موجوده في الجزء الثاني، ما هي شيء جديد، بس انه حلو ان يرجعوها في اللعبه هذه. العاب كثيره ما ادري كانت في العاب ثانيه في هذا الشيء، بس ما اعتقد اني شفت هذا الشيء موجود، او انه يكون حاجه خاصيه انك تطلعها، بس هنا لا، هنا تكون معاك بدايه اللعبه، يعني سيستم باللعبه اساسي، يعني معناته ان كل الشخصيات عندهم هذا الشيء. مع اني اتوقع انه كان فيها قوانين بس ناسيها، اتوقع كان في قوانين ما تصير دائما او تصير مره كل فتره، والله ما اتذكر بالضبط. اوه ايش هذا؟ هذا لوت شكل رهيب. اوه شوف لو تشك اقدر اسوي سواب، ابدل ولا تيك؟ اذا ضغطت تيك اخذه، اذا علقت عليه اسوي سواب. خليني ابدل هذا المسدس. لا ندخل على المنيو هنا. في الانفنتوري زي ما تشوفون. بعدين طبعا كل ما تلفل اكثر كل ما يفتح لك اماكن اكثر تحط فيها الاسلحه هنا. زي ما تشوفون الاحمر المقفل هذا. فالحين نبدل هذا السلاح الرخيص، نحط فيه الاخضر اللي اقوى منه يكون. حلو. يا. اتوقع وضعي تمام. هذا السلاح. اوه ايش هذا؟ والله طلق شيء كنا زياده. رصاص، حط كل شيء، وضعي تمام. كل السلام عليكم وننطلق الى الجد. لوت في كل مكان، تشوف صديق كل مكان. ولا تخافون. اقعدوا خلصوا كل رصاصكم، لا تخافون، الرصاص موجود في كل لعبه. زي ما تشوفوا جايين هنا في مشن، جاني في مشنات صغيره قاعد تجي الحين، مثل جود هيلث، نجمع هيلثات. هذا شيء بداية اللعبه تجيك بعد تصير اصعب، ما تذبح ثلاثه في نفس الوقت بضربه واحده، قنبله تفجر بكلهم، شيء زي كذا. تتغير اللعبه، في تنوع. حتى اوكي هذا السلاح، ترى مو كل سلاح لازم تاخذه، بس تقدر تاخذه عشان تبيعه. عرفت؟ مو لازم تستخدمون اي سلاح تشوفونه. لوت اور بيرتشيس ويبن، شوف جاني هنا بعد اشياء على اليسار. هذا بدل ما اخذ الحين هذا، اخذت الدواء ما احتاج، عندي فل. اوكي. خلينا ندخل داخل الحين هنا، نشوف ايش فيه. وش في هذا؟ واو، وهذا هو التعشق رهيب فيه. فلوس
فلوس فلوس احسن شيء فلوس صاير الفوز. اوكي هذا الطلقه الوحيده الطلقه الاولى تطلق زر ليزر. اوكي الحين دخل دنجل طبعا هذا تشتري منه اغراض عرفته تضغط عليه هذا البياع موجود بالجزء الثاني برضه والاول هذا قاعد يبيع رصاص مو قاعد يبيع اسلحه هنا فما احتاج رصاص حاليا وهذا يبيع لك ادويه تحتاج تبيع هذا ايش اسوي هذا شيلد ايوه شيلد مره يفيدك ترى خلنا نشتري اذا عندي فلوس عندي فلوس خلنا نشتري وعليه ديسكاونت كان زي ما تشوفون حاجه حلوه حطوها في اللعبه هذه ما ادري اوريكم اياها هنا ولا لا بس الفكره ان شفتوا هذه البياع هذا مثلا انت عندك اشياء ما تحتاجها في لعبتك ايش تسوي تحطها كتبيعها هنا تختار مثلا ما ببيع هذا انا سمعت انا الحين لما تجي تلعب وانا صديقك في اللعبه تدخل هنا المحل تلقى الاشياء اللي باعها اخوياك هذا شيء مره حلو صراحه فهمت علي فيصير كانه مزاد بينكم انتم يا شباب اخوياك انت واخوياك اتوقع ناس اونلاين بعد مو بس انت يعني مو بس اصحابك اتوقع ناس اونلاين نفس الفكره بعد هذا ما ادري شو اتوقع هذا المفروض ترجع بشكل وصل يمكن اكون غلطان بس ما علينا كمل الحين هذه كاش ماشين فلوس في كل مكان لوت في كل مكان ايش هذا قنبله ذي ايش السابر عليه ذا لوت 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 شيل كل شيء هذا خوي لا مو خوي ذا اذبح اوكي هذا كرت هذا كان شفت شيء غريب لما اسوي كذا يفرجيني ارمر الحين للامانه ما ادري كيف جاني هذا هل هذا من السلاح اللي بيدي ابيلتي شكله من السلاح اللي بيدي لا خلاص ندخل بعد شوي نقرا لفلت جاني سكيل بوينت اقدر استخدمه اوه كان يعطيني ارمر صح؟ لحظه من السلاح دقيقه خلنا مع بعض نقرا وين السلاح؟ هذا هو ويبن شيلد كاباسيتي اي شوف تحت مكتوب ويبن شيلد كاباسيتي انا يعطيني شيلد لما استخدمه والله حلوه ذي مره حلوه خلينا نشوف نستخدم الحين ال سكيل بوينت سكيل بوينت استخدم للامانه ما يمديني اقرا كل شيء فبختار اي شيء وكذا بدل ما اشعل الترك هذا التري هذا الوقت مره ضيق عشان اجرب اللعبه لكم ودي اخلص الدمو لكم فتحملوني اني ما راح اركز كثير على التلفيل وهذا بس عشان تلعبون انتم تقدرون تركزوا على راحتكم وكل واحد يختار اللي يبغاه حتى اللوت ما راح ادور اشياء كثيره هنا اساس اختصر الوقت واوريكم كل شيء اقدر عليه في اللعبه نكمل الحين طبعا حلو باللعبه ايضا اسلحه متنوعه ما اقول لكم متنوعه يعني متنوع يعني مثلا المسدس اللي معاي هذا في ارمر هذا شيء مره رهيب طبعا في ميلي اللعبه اللي هي هذه طبعا سكينه جلت اوكي حلو ممتاز ندعس هذا تو سمع عادي يطلع صوت تضربني لازم انحاش منها احط الرصاص انا قد ما ابغى اللوت انا بس اجمع الرصاص اقلها اوكي ممتاز 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 كله ممتاز هنا لازم اجي ما ادري يمديني اوريكم كوستات تجين وكذا والله ما ادري بنشوف انا اذا في الديمو هذا كوستات ولا لا نشوف بس غالبا الكوستات تكون تروح تودي شيء يجيب شيء يعني الكوستات المعتاده في العاب الاونلاين الام ام او وايضا العاب الار بي جي العاديه المعتاده فهذا شيء حلو اوه اقدر استخدم هذه ولا لا؟ اوكي لا الحين يبي لهم الجلد تودوها هذول ايوه اجلس 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 والله لأبهيكم يا اخلاق شوفوا كيف الجلد روبوتيك ما ادري عندي قاضي اسويها ما ادخل خلص الرصاص اوكي يرجع يطلع برا اوكي وين باقيهم؟ باقي اثنين هنا هذا واحد تفتح واحد فوق حلو حلو لا الشوت جن هذا من بعيد يا اخي نرفز اوكي
طبعا الاداء متنوعين، في جيك الواحد اللي تخصصه ميلي، في واحد تخصصه رصاص، والخريطه يبين لك زي ما تشوفون معين اللي فوق هذا يوريك الاعداء وين مكانهم. هذا شيء مره رهيب صراحه، فك ازمه بشكل ما تصورونه، حتى انك تعرف الاعداء وين مكانهم تجلدهم. اعطي شوت جن هذا، يقلب وجهك. اوه شوت جن مع نار. شيل 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 يا مدير. حلو كمل فوق الحين. اوكي الحين جينا وصلنا هنا. ارجع ورا عشان ما يفجر فيني. اوه والله يفجر فيني اني واي. اوكي هذول بس طقوا معي. ميلي خذ ميلي بالسكين على جنب. اللعبه في اشياء كثيره مختلفه، اشياء متنوعه زي ما تشوفون. صدقوني يعني مهما العب فيها واوريكم اللعبه ما راح يكفي اوريكم كل شيء فيها. هذا تشيك بوينت زي ما قلت لكم، طلع مره ثانيه مقربت له. الشرب برضه ما يمدي. اوكي اوكي اتوقع الحين البوس هنا. خلنا نجده، نجد البوس. اوه عنده شيلد، احلى شيء يطلع اسمه. شو حيطلع اسمه؟ ماوث بيس سلاحه الار سونيك زوم، يعني سونيك بوم حق سيت فايتر يطرزون عليه. اوه عندي الالي بستخدمه. وين وين بعد عنه؟ وينه؟ بعض الوحوش زي الالغاز زي هذا مثلا تعرف متى تضربه. فالحين خلنا نفقع من البدايه. ايوه اجلده 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 يا فهد. اميون، اذا اميون ما عاد عنا. رجع راح اميون؟ ما راح اميون لسه. حلو، بعد عن ذولي اهم شيء عشان ما نضرب. الحين رجع راح اميون شكله. شوت جن. ايوه كرت اعطيته. يا ولد اجلد يا فهد اجلد. اخر انت وياه، اخر يا ولد انت وياه. اجلده كرت. كفو كفو اجلد اجلد. اميون بعد عنا، بعد عنا وبعد عن كل شيء بالحياه هنا اساس ما يتحرشوا فيك. ايوه خلي طلق عليهم هو. اوه شفت انا بالدائره الدواء. حلو وانا شوت جاي الحين. اوكي اخذنا دواء تمام. ايوه اجد اجد قرب يموت قرب يموت. بس قرب يموت. اعطيك كرت في الراس. واو لا لا تموت لا تموت. ايش قاعد تسوي؟ قاعد تقطع قاعد تقطع ايتمز. اوه لا 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 وين ابي احد اذبحه؟ لا ايوه موت. اوكي رجعت. اوكي لازم يا يا ولد يلا موت 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 موت. يس جلدته من اول مره، من اول محاوله جلدته. جميله اللعبه. هذه اللعبه زي ما تشوفون تاريخ النزول بيكون 13 سبتمبر 2019. هذه لعبه بوردر لاندز 3. شفتوا اشياء رهيبه اللي فيها؟ صدقوني والله العظيم ما في وقت كافي اوريكم كل شيء فيها. اللعبه فيها اشياء كثير رهيبه، اسلحه رهيبه. تلعب مع اخوياك ثلاثه ترون اربعه، في حركات اللي تاخذ منهم اسلحه عرفت، بعدين تروح تبيع لهم اياها بالصدق. يعني لا لا تسوي امزح بس اللعبه جدا ممتعه. فهذا كل اللي اقدر اقول لك اياه من اللعبه اليوم. كان معكم فتشي، يعطيكم العافيه، مع السلامه. اوكي.